إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أخوة الإسلام، سوف نقف في هذا اللقاء الطيب المبارك مع الثبات وأسبابه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يثبتهم على الحق حتى الممات. نتكلم عن الثبات وأسبابه في وقت تمر به الأمة بمراحل أو بمرحلة عصيبة. نتكلم عن الثبات وهذه الأمة أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعلم أن الثبات على الحق والتمسك به هو من صفات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قدوتنا في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي ما نال من المشركين إلا التنكيل والهوان، فكان أشد ثباتا حتى بلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. وعلينا أن نعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا وتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ يقول: نعم نعم، إن القلوب تتقلب، فإن شاء الله أقام وإن شاء الله أزاغ. وما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب. ترى الرجل من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، فإذا هو ينقلب على عقبيه يرتد، وقد يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وترى الرجل في الكفر أو الفسوق والعصيان والفجور، فإذا هو مقبل إلى الله تبارك وتعالى، مقبل على طاعته والالتزام بأمره، كيف لا يكون ذلك؟ كيف لا يكون ذلك وكما قلنا القلوب تتقلب؟ كيف لا يكون ذلك
والخاتمة مغيبة، كيف لا يكون ذلك والله تعالى غالب على أمره؟ كيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتولاها. إن القلوب تتقلب. أخي المسلم، على قدر ثباتك على الحق في الدنيا يكن الثبات يوم القيامة، يكن ثباتك على الصراط المنصوب فوق جهنم. على قدر الثبات في الدنيا يكن الثبات هناك في الآخرة على الصراط المنصوب. فمنهم من يمر على هذا الصراط كالطرف، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يسقط في جهنم. نعم، وإذا أردنا أن نتكلم عن أسباب الثبات، ما دمنا نتكلم عن الثبات فما هي أسباب الثبات؟ يا أخوة الإسلام، أسباب الثبات أولا أن تشعر بالفقر إلى الله تبارك وتعالى، أن تشعر أنك فقير لربك سبحانه وتعالى، محتاج إلى تثبيته، محتاج إلى أن يثبتك الله تبارك وتعالى على الحق، لأن الثبات على الحق نعمة عظيمة لا غنى لنا عنها أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومن أسباب الثبات على الحق وعلى الخير أخوة الإسلام الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله، إيمانك بالله تبارك وتعالى هو من أسباب ثباتك على الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا، الإيمان يا أخوة الإسلام، الإيمان ما رسخ في القلب ونطق به اللسان وصدق بذلك الجوارح، هذا هو الإيمان، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. أن تلتزم بشرع الله، المثابرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول المولى تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كما قال الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الثبات كذلك على الحق وعلى الخير وعلى الصلاح الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والآثام. كيف تكون ثابتا على الحق؟ أو كيف يثبتك الله تبارك وتعالى على الحق ويعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنت عاصٍ آثم مرتكب لحرمات الله تبارك وتعالى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أناس ينظرون إلى محقرات الذنوب نظرة لا مبالغة. إياكم ومحقرات الذنوب، كما يقول البعض: هذه صغائر الذنوب، هذه أمر بسيط لا مشكلة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا: إياكم ومحقرات الذنوب. كقوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نزلوا بطن واد فأخذ هذا عودا وهذا عودا حتى أنضجوا خبزهم. وإن صاحب محقرات الذنوب إذا ما أخذ بها أهلكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، من أسباب الثبات على الحق وعلى الخير أن تنصر دين الله تبارك وتعالى، أن تنصر دينك. نصرة دين الله تبارك وتعالى من أسباب الثبات على الحق
كما قال جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما قال الله سبحانه وتعالى. ونصر دين الله تبارك وتعالى يا أخوة الإسلام لا يقف عند رسم، لا يقف عند رسم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجميع صورها نصر لدين الله سبحانه وتعالى. طلب العلم نصر لدين الله، العمل بهذا العلم نصر لدين الله، جهاد الكفار والمنافقين والعصاة نصر لدين الله تبارك وتعالى، كشف مخططات المجرمين وأعداء الإسلام وكشف الشبهات نصر لدين الله تبارك وتعالى. البذل والإنفاق في سبيل الله هو نصر لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر.